ريادة الأعمال Entrepreneurship. هي اكتشاف المواهب، تطوير المهارات، الإبداع، القيادة وخلق فرص عمل جديدة. حالياً أكثر من 700 سيدة عم تخطي الخطوة الأولى على درب ريادة الأعمال مع برنامج Teaching Women Entrepreneurship. النساء عم تتعلم Entrepreneurship, Business for English وأكثر من 10 ورش عمل بتعزز فرص نجاح. نحن بجار سوريا أخذنا المبادرة لندعم السيدات الموجودة بعدة مناطق بلبنان ونساعدهم على تسويق منتوجاتهم يلي بيعملوها يدوياً. منتوجاتنا موجودة حالياً بأكسبو 2020 بدبي وقريباً بأمريكا. من خلال التصدير نحن قادرين نسوق المنتوجات اللبنانية وندعم الاقتصاد. هي مش بس تجارة وتسويق، هي إبداع ومعرفة باستخدام العلوم والتكنولوجيا من أجل بناء حلول للتحديات اليومية. عنا بذا ميكرز هاب نوفر الدورات والأدوات اللي بتخلي المعلمين والتلاميذ يطوروا مهارات باستخدام التكنولوجيا كوسيلة لبناء الابتكارات بدل ما يكونوا بس مستهلكين.